حابب بس اشكر مجلس الاداره على الثقه اللي ادهاني والدعم الكبير من الكابتن محمود الخطيب اثناء الجلسات اللي جلسناها مع بعض وكده. لكن اللي انا شفيته من خلال الاعداد مع الكابتن محمود الخطيب قد ايه هو حريص جدا على قطاع الناشئين، قد ايه هو حريص جدا ان احنا يبقى عندنا لعيبه ولود النادي، قد ايه حريص جدا ان يبقى عندنا مدربين من ابناء النادي يفيدوا النادي الاهلي، وده اللي احنا مكسنا عليه الفتره الاخيره وحاولنا بقدر ما نستطيع ان احنا نبتدي على الخطى السليمه اللي سلمتنا خلال من مجلس الاداره او من لجنه الكوره عن طريق كابتن محسن وكابتن زكريا نصر. انا سعيد جدا ان انا عملنا تجربه فريده بنوعها، وانا كنت استغلتها في دوله الامارات ان احنا بدانا الاعمار السنيه من 5 سنين، والحمد لله الحمد لله من اول يوم جنت ثمارها وبقى عندنا لعيبه احنا مضيناهم عشان يسجلوا، وفي لعيبه تانيه هيبقوا تحت المنظار، وفي لعيبه تانيه لم يوفقوا هنتابعهم تاني، واحنا عندنا اختبارات تاني. الاختبارات على فكره عندنا طول السنه، طول السنه احنا عندنا خبرات اختبارات بالذات السن الصغير، وانا اعتقد ان التجربه دي هتبقى فريده في مصر وهتتعمم على كل الدول العربيه لان موجوده في اوروبا، وانا على طول بطلع على احدث الطرق في اختيارات او في انتقاء اللاعبين او في التدريب، فبالتالي بقى عندي فكر عملته في الامارات وجاي انفذه هنا في النادي الاهلي ناديا اللي هو اولى باي فكره او اي معلومه او اي حدث رياضي جديد المفروض يمر على النادي الاهلي وبعد كده يمر على الاخرين، وتبتدي الولد مرحله اكتشاف المواهب المصريه عن طريق النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي سباق في كل الاحداث الرياضيه على مستوى مصر وعلى مستوى افريقيا، بالتالي هو عميد الكره الافريقيه، وبالتالي هو اكتر نادي بيحقق بطولات. ده نابع من اقتناع مجلس الاداره وعلى راسهم الكابتن الكبير العظيم كابتننا الكبير الكابتن محمود الخطيب اسطوره الكره المصريه، وده نابع من احساسنا احنا ان احنا عايزين نخدم الاولاد الصغيرين دول لان عندنا خبرات كبيره جدا في التعامل معاهم، واعتقد ان الاختبارات السنه دي كان ليها شكل جديد جدا، واعتقد لو انت سالت اولياء الامور هيقول لك ان الاختبارات ليها شكل جديد وليها اختبارات جديده وليها في سنس في التعامل مع الاولاد. اسمك ايه وعندك كام سنه؟ اسمي سليم وعندي 6 سنين. اسمي عمر. اسمي يوسف. اسمي انس محمود احمد الواحد. عمر. اسمي جمال يوسف. اسمي اياد وعندي 6 سنين. اسمي سليم. تقي معتز وعندي 6 سنين. اسمي انس وعندي 6 سنين. عمر ايس. اسمي ياسين وعندي 6 سنين. مصطفى وعندي 6 سنين. رحيم رامي حسني. سليم قول لي يا سليم انت بتحبي مين من لعيبه النادي الاهلي؟ بحب بيرسي داي وكهربا الشناب. بحب احمد القندوسي. كهربا حسين سعيد. علي معلول. كهربا افشل. كريستيانو رونالدو. محمد صلاح. ليفاندوفسكي. هالاند. محمد صلاح. هالاند. انت جاهز لاختبارات النادي الاهلي؟ جاهز لاختبارات النادي الاهلي. جاهز لاختبارات بتاعه الاهلي. جاهز لاختبارات النادي الاهلي. جاهز لاختبارات النادي الاهلي. جاهز لاختبارات الاهلي. انا جاهز لاختبارات النادي الاهلي. جاهز لاختبارات النادي الاهلي. جاهز لاختبارات النادي الاهلي. جاهز لاختبارات النادي الاهلي. جاهز لاختبار الاهلي. الوقت ده من